دقت الساعة المنتظرة وبات الأمر حقيقة واقعة احتفى بها أنصار بريكزيت من البريطانيين. انفصلت المملكة المتحدة رسمياً عن الاتحاد الأوروبي منهية زواجاً استمر ل47 عاماً. لحظة الانفصال بين لندن وبروكسل طال انتظارها. 3 سنوات ونصف من المفاوضات الشاقة تلت نتيجة الاستفتاء على الانفصال، وها هي اليوم فرحة استقباله. اليوم الأول من فبراير من عام 2020 طوت بريطانيا صفحة وفتحت أخرى في تاريخها، لحظة اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني بزوغ فجر عهد جديد. الشيء المهم الليلة أن هذه ليست النهاية بل البداية، هي اللحظة التي يبزغ فيها الفجر على مستقبل جديد. الأمر يتعلق باستعادة السيادة لتحقيق التغييرات التي صوت عليها الشعب. احتفالات قد تتواصل لأيام، ثم يدخل بعدها البريطانيون مرحلة الترقب لمستقبل يراه سياسيون مجهولاً، نظراً للطريقة التي تمت بها الموافقة على اتفاق الخروج، وإن سارعت الولايات المتحدة إلى قطع الوعود بتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة فور إعلان الانفصال الرسمي عن الاتحاد الأوروبي. عليا عز الدين، الحدث.